أسعد الله أوقاتكم، ولو ما يصير نقول أسعد الله أوقاتكم. إحنا اليوم بخانقين يم عائلة الشهيد سمير مراد أحمد. سمير ابن خانقين، وهاي أم سمير هم ويا يمي. سمير ابن خانقين، سمير ذبح زين. شلون هو كان؟ هسه هو صار عنده مرتبتين هذا الشهيد، اذا مو كل المراتب، خلينا نبدي بالمرتبتين الاولى. المرتبه الاولى هو جيش عراقي، والجيش هو يحمي الناس. اثنين، تحول من جيش الى ان اخذته اسير ودخيل. دخيل دخيل الدخيل ما ينطي. شلون انتم ذبحتوا دخيلكم؟ هنا محافظة ديالة، ليش ما تسووا له ذكرى تأبينية السمير؟ ليش العائلة تسوي التمثال مالته على حسابها؟ أهالي خانقين من تجي الذكرى وينكم؟ ثلاثة، الأم ليها هسه ما عندها جنازة، ليها هسه ماكو جنازة؟ معقولة ناس تقتل وتذبح وتدفن وما عندها جنازة؟ زين، احنا اليوم على رأي الكاتب والإعلامي صباح زنقنا بسمير، يقول حمزة لا بواكي له. أنا اليوم إجيت ونقلت لهم أيضا تحيات أحمد محي الدين آغا زنقنا، قال أنا ما أعرف بالشهيد. المهم إحنا هنا إحياء لذكرى الشهيد مطلوبة 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 من أهالي خانقين، أكو عتب عليكم، مطلوبة من محافظة ديالة. أكثر من هذا أنا ما أقدر أحكي. بعد كانت معكم زهرة زنقنة، لأنه أنا من إجيتي الثاني دا أبكي ويا أمه. يعني شيء مؤلم، عندك ثلاث أولاد شهيد. زين أنتم ما قارتوا على